أهلاً بكم في عالم من الغموض والإثارة، حيث تتقاطع الأساطير والحقائق في موقع قديم يدعى ستونهنج. هذه الحلقات الحجرية العملاقة التي تقع على سهول سالزبوري في إنجلترا أدهشت علماء الآثار والمؤرخين لقرون عديدة، ليس فقط بحجمها وترتيبها، بل بسبب لغز الغاية التي بنيت من أجلها. ستونهنج يعود تاريخها إلى أكثر من 4500 عام، ومع ذلك تبقى وظيفتها الحقيقية غامضة، وكأنها رسالة مخفية تروي قصصاً من عصور بعيدة. فلنتأمل أولاً شكل الحلقات الحجرية. تظهر الدراسات أن هذه الأحجار الهائلة لم توضع عشوائياً، بل بنيت بدقة تتبع حركات الشمس والنجوم. الحجارة الضخمة التي تشكل الحلقة الداخلية تظهر محاذاة مع شروق الشمس خلال الانقلاب الصيفي ومع غروبها في الانقلاب الشتوي. كيف تمكن من عاشوا في تلك العصور من حساب هذه المحاذاة الفلكية الدقيقة؟ هل كانت لديهم معرفة متقدمة في علم الفلك؟ أم كانت هناك قوى غامضة أرشدوها إلى هذا التصميم البديع؟ السؤال يبقى، لماذا كانت هذه الأحداث الكونية محورية لهذه الدرجة؟ إحدى النظريات الأكثر تشويقاً تشير إلى أن ستونهنج ربما كانت أكثر من مجرد بناء حجري، بل كانت معبداً للطبيعة. يعتقد بعض الباحثين أن هذه الحلقات كانت نقطة تواصل بين الإنسان وقوى الطبيعة، مكاناً يمكن فيه تلقي قوى الشفاء والطاقة الروحية. حتى يومنا هذا يزور ستونهنج آلاف الأشخاص بحثاً عن السلام والتواصل الروحي، معتقدين أن هذا الموقع يحمل طاقة خاصة، طاقة ربما تكون قد جذبت البشر منذ آلاف السنين. لكن الحكاية لا تنتهي هنا، هناك فرضية أخرى أكثر غموضاً تشير إلى أن ستونهنج ربما كانت بمثابة بوابة للعالم الآخر. فبعض الباحثين يظنون أن الأشخاص القدماء قد بنوا هذه الحلقات لتكون مكاناً يجذب الأرواح لتنتقل إلى عوالم موازية أو تعود للحياة. هذا التصور يعتمد على قصص وأساطير توارثها البشر عبر الأجيال، تتحدث عن قوى لا ترى ولكنها تتجسد في الأماكن المقدسة. ستونهنج حسب هذه النظرية لم تكن مجرد معبد، بل كانت محطة للعبور بين الحياة والموت، بين الأرض والسماء. وربما ما يجعل ستونهنج محيراً هو افتقاره لأي سجلات مكتوبة توضح سبب بنائه، مما يترك مجالاً واسعاً للتكهنات. لكن بين كل هذه النظريات والأساطير لا يزال هناك رابط يجمعها جميعاً، الرغبة الإنسانية العميقة في فهم الحياة والطبيعة والتواصل مع قوى تفوق الإدراك. ستونهنج تظل نصباً شاهقاً يحمل بين طياته أسراراً خالدة، وما زالت تلك الأسرار تجذب كل من يبحث عن معنى وراء الأحجار الصامتة التي لم تكشف سرها منذ آلاف السنين. وفي الختام يبقى غموض ستونهنج كما هو محفوراً في ذاكرة التاريخ. مع كل نظرية جديدة وكل اكتشاف علمي تزداد أسئلتنا حول هذا المعلم الأثري الغامض، هل كانت مكاناً للعبادة أم بوابة لعالم الروح؟ يبقى الأمر مفتوحاً للتفسير، مما يجعلنا نتساءل عن دورنا في هذا الكون الواسع. دعونا نستمر في البحث ونتأمل في تلك الرسائل التي قد تحملها الأحجار، فقد تكون الإجابات أقرب مما نتصور في عالم مليء بالمعاني التي تنتظر من يكشفها.